فيعني انت كان رايك ايه برضو في الاداء بتاعنا؟ صلي بينا على النبي، صلي بينا على النبي يا ست الكل، وقول كل اللي في قلبك. لا هقول لك مبدئيا يعني بشكل عام اكيد احنا طبعا خدنا اللي احنا عايزينه وتصدرنا المجموعه عشان نلعب بقى الماتش الفاصل اللي ان شاء الله هيوصلنا للمونديال. احنا عندنا ماتش الجابون يوم الثلاث، وده يعني الى حد كبير هنقول ان هو مباراه تحصيل حاصل، لكن ده بقى ردا على سؤالك يا هوند، اللخبطه في الاداء وعدم توظيف بعض اللاعبين بشكل صحيح ده كان شيء لافت جدا للانظار. ارجع واقول لك زي ما كنا بنقول الاسبوع اللي فات، وزي ما قلت بعد الماتشين بتوع ليبيا، انا مش حاسس بالثقل المعتاد لمنتخبنا. احنا عندنا منتخب المفروض انه قوي، اللعيبه المحترفين اللي فيه زي الفل، واللعيب المحليين اللي فيه زي الفل، ليه بقى ما نشوفش اداء هو الاخر زي الفل في ارضيه الملعب؟ ليه نضغط؟ ليه لازم يعني يدخل فينا جول واتنين عشان نبتدي ننتفض؟ وليه لما ننتفض ونتعادل نموت الجيم بعد منها؟ احنا مش عارف يعني، ما عنديش اجابه حقيقه على كل هذه التساؤلات، لكن الحاجه الاكيده ان احنا مش عايزين اللي حصل ده نشوفه تاني ولا يتكرر، وخصوصا في المباراه الفاصله. ده ماتش الغلطه فيه بجول، طبعا هيكون ذهاب وعوده، ولكن بنتكلم اننا هنقابل الجزائر او السنغال او تونس او المغرب او نيجيريا، الا لو، وطبعا عايزين نحط تحت لو مليون خط، الا لو تونس ما تاهلتش بعد خسارتها في مباراه الامس، كده يبقى مش هنقابل المنتخبات دي وهنقابل يعني تصنيف تاني خالص. اما فيما يتعلق بكيروش، ففي ناس عندها انطباع ان هو مش من النوعيه المدربين اللي ممكن يتاثروا بكلام حد او ممكن يتفرض عليه حاجه بعينها. طبعا في مدربين بيسمعوا كلام كل من هو في الداخل ومن خارج المنظومه وبيتعاملوا معاه على انه اوامر عشان يرضوا كل الاطراف، وفي النهايه بيكون الفشل مصيرهم. ما اعتقدش ان كيروش من النوعيه دي، ولكن برضه هو الاخر في تحفظات عند كتير جدا من الناس، وفي علامات اندهاش، علامات استفهام لبعض الامور وبعض التحركات في ارضيه الملعب، وخصوصا فيما يتعلق بتوظيف اللعيب الصح في المكان الصح. هنتكلم برضه في التفصيل اكيد، هنتكلم في التفصيله دي اكيد.